حظر تجوال وحالة طوارئ ونشر قوات للحرس الوطني وآليات مدرعة وقنابل مسيلة للدموع وطلقات رصاص وغيرها، كلها إجراءات ووسائل اتخذتها ولاية ميزوري الأمريكية لإعادة الهدوء لمدينة فيرجسون التي تشهد اضطرابات منذ نحو 10 أيام على خلفية مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض. إجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح جماح التوترات العرقية التي اجتاحت المدينة منذ مقتل الشاب مايكل براون في 9 أغسطس الجاري، وكان مشهدها الأحدث مع دخول حظر التجوال يومه الثاني، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 2 من المتظاهرين برصاص الشرطة واعتقال العديد منهم. استخدام القوة ضد المتظاهرين كانت له أسبابه عند حاكم الولاية الذي أكد أن التظاهرات تخللتها أعمال إجرامية، اتهامات أكدها الكابتن رون جونسون المكلف بحفظ النظام في المدينة. لقد ألقيت زجاجات حارقة وجرت عمليات إطلاق نار ونهب وتخريب وغيرها من أعمال العنف التي يظهر جليا أنها لم تكن عفوية بل عن سابق تصميم. وبعيدا عن التعامل الأمني العنيف، فإن الأوضاع ازدادت سوءا وتجددت أعمال العنف، وبات شبح الفوضى يغرق شوارع الولاية عقب صدور تقرير أولي للتشريح أظهر إطلاق 6 طلقات على الشاب ذو الأصول الإفريقية من بينها 2 في الرأس. تقرير أولي في انتظار تقارير أخرى رسمية ومستقلة، ويبدو أنها ستسهم بشكل أو بآخر في تحديد وجهة الأحداث في المدينة الأمريكية التي أعادت إلى الأذهان شبح العنصرية ليس فقط في ولاية ميزوري ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية كلها.